أهمية التكوين ودور التكوين في سياق هذا التحول الذي انطلق منذ أكثر من عقدين من الزمن أساسي، ونشتغل عليه بجدية منقطعة النظير هنا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. يعني التفكير في التكوين وفي استراتيجية التكوين بالمعهد هي ترتكز على أربعة محاور. الأولى هو أنه لا بد من أن يكون التكوين ينسجم مع المنطلقات المجتمعية الكبرى والأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى. لا يمكن فصل التكوين عما يقع في المجتمع، عن التحولات التي تجرى في المجتمع، عن الرؤى والمبادرات الكبرى التي انطلقت منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى الآن. إذن سياق المجتمعي للتكوين هو ما نعبر عنه بالانسجام مع الورشات أو الأوراش التنموية أو المهيكلة الكبرى. هذا الجانب الثاني أو المنطلق الثاني، هو أنه لا بد من اعتماد ما نسميه بتداولات لغوية، الالترنانس لينغويستيك، بمعنى أنه اليوم لا مجال للتركيز على لغة أو لغتين في التكوين. اليوم نخاطب العالم من خلال وسائل إعلام حديثة ومعاصرة ورقمية، وبالتالي يجب مخاطبة العالم بلغته. نعم، نخاطب الجمهور إعلاميا، الجمهور المغربي إعلاميا باللغة الوطنية، اللغات الوطنية اللي هي العربية الأمازيغية والأحسانية، لكن نخاطب كذلك شرائح أخرى، ونخاطب كذلك العالم من حولنا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بالأساس، ناهيك عن اللغة الإسبانية. وما أن اليوم هذا الهاجس التداول اللغوي هو أساسي في التكوين. المنطلق الثالث أو الركيزة الثالثة هي أنه لا بد من التوجه إلى تكوين جيد على مستوى تكوين شخصية المهني أو المهنية، بمعنى أنه اليوم لا نريد أن نكون تقنيا إعلاميا فقط، أي أنه يزاول العمل الصحفي أو العمل التواصلي من خلال ملكاته التقنية فقط. نعم، تملك الناصية التقنية أو التكنولوجيا أساسي جدا، لكن ليس فقط هذا الأمر، لأن الصحفي أو الصحفية، الإعلامي أو الإعلامي، هو ينتج المعنى، ولكي ينتج المعنى يجب أن يفهم ما يدور القطاعات من حوله. الركيزة الرابعة هي أنه اليوم نحن مقبلون على مستحقات أساسية، وهذه المستحقات هي التي ستجعل من بلدنا منارة للعالم بأسره. نفكر في ما يجري حولنا، نفكر في مثلا المبادرة الملكية فيما يتعلق بمشروع الأطلسي الأفريقي، نفكر في استحقاقات كأس العالم المقبلة، نفكر كذلك في جميع التظاهرات على جميع المستويات التي تنظمها وتحتضنها بلدنا، وكذلك المشاركات بلدنا، مشاركات بلدنا في أشغال وأعمال على مستوى العالمي والدولي. هنا لا بد من أن يكون مثلا الإطار الإعلامي أو الإدارة الإعلامية متمكن من حقول متخصصة. اليوم لا بد أن ندخل ضمن نصب أعيننا، أن نجعل نصب أعيننا مجال التخصص كمجال استراتيجي لتكوين الصحفي والصحفية، الإعلامي أو الإعلامية، مهن التواصل أو غيرها. بالتالي أن هذه الأمور ربما أن هي اللي كتجعلنا اليوم نفكر بهاجس شمولي، يجعلنا لا نقف عند زاوية واحدة أو واحدة في التكوين المهني هنا، وهذا هو وجه الصعوبة لكن والتحدي، لكن نحن نقبل هذا التحدي ونقبله باعتزاز، نظرا لأننا نشترك ونمتلك
هذه الروح التي ساكنتنا منذ كل هذه الفترة، والتي جعلتنا ننخرط بجدية كبيرة جدا في تفكير يجعل من مؤسساتنا التكوينية مؤسسة بالفعل مؤسسة للتميز ومؤسسة مرجعية كما يسميها هذا الأمور. ولذلك على هذا الأمر سنطلق إن شاء الله ابتداء من شهر شتنبر المقبل عرض تكويني جديد متكون من 3 إجازات، ثلاث ماسترات ودكتوراه. هذه الإجازات اليوم نعمل على جعلها تستجيب إلى هذا التداول اللغوي الذي تكلمنا عنه. بالتالي أننا سنعتمد إجازة بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية، كذلك الماستر سنبقى وفيين للماسترات التي أطلقناهم في المعهد واللي عندهم يعني حظوة لدى الطلبة سواء في المجال التقني أو في المجال الحقوقي أو السياسي، اللي هي مثلا الابتكار وإنتاج المضامين السمعية البصرية الرقمية والتواصل السياسي، ونطلق ماستر جديد مهني من جودة عالية سميناه صحافة رياضية، بالإضافة إلى دكتوراه. هذا العرض اللي مكون الآن من 7 فروع اليوم كيجعلنا أننا نكون ونحن صادقين مع أنفسنا بأننا رفعنا السقف عالي جدا، وهذا السقف عارفين بأنه يعني يطالبنا بمجهودات جبارة. نقبل هذا التحدي وسنعمل كل ما أتينا من جهد لتحقيقه وإنجاحه.